فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر أهل العلم أن الحجام والطبيب يضمنان إذا لم يعرف منهما الحذر. اي نعم، لا بد يكون معه شهادة، شهادة في مهنته. أما أنه ما معه شهادة أنت المفرق، لا تتعاقد معه. نعم. ثم يقول حفظك الله: فهل يقاس على ذلك من يسأل فيفتي بغير علم فيتلف بسبب فتواه شيء من ذلك؟ هذا حرام، هذا أكثر أعظم من الشرك، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يجوز هذا، لا يفتي، ما كلفه الله بالفتوى ولا يدخل فيها إلا عند الضرورة، إذا لم يوجد من هو أعلم منه وعنده علم بالجواب يفتي لا بس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.